بنتكلم هنا على ايه؟ فاضل بس كام جزء كده، الكابابيلاتيز بتاع الاكسبرت سيستم، ودي سهلة جدا خلاص مش محتاجة مني شرح. وبعدين هنتكلم عن ايه بقى؟ هنيجي لسلايد 33، بيتكلم عن طريقة الديفلوبمنت او الخطوات، برضو سهلة بالنسبة لنا ما فيهاش مشاكل انها تتشرح. دي عادي احصائيات كده. بعدين الدكتور جاب سيرة هرشل، عايزين نعرف هو ايه. هو جزء من السوفت وير، بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه اليو اي والديكلاراتيف فانكشن او الفورمات بتاعه النولج، بتاعه النولج بيز وانفيرنس انجن برضو، وشويه معلومات عنه. وبعد كده دول شويه كومبليت، ما فيهمش حاجه جديده، بس لازم يتذكروا سم، لان هو اكيد حاططهم، يعني هجيب منهم ولو واحده. وبعدين الاي اس ويب بيلدر، اي هوجوس، يعني هو بيورينا في البروجرام الدنيا بتيجي فيه ازاي، اهو if وzen او if وand وzen، وايه اللي بيحصل فيه نعرف برضو عشان ممكن يجيب لنا diagram. وبعدين هنا بيقول لك ازاي بنعمل represent، ده كله احنا اتكلمنا فيه. بعدين هيجي عند حته ال uncertainty، ان الحاجه كل حاجه وفيها نسبه error وفيها نسبه certainty ولا، ده ملخص الليله يعني. وبعدين دي شويه examples او application على ال expert system. dendral ده بتاع ال chemical spectroscopy، اللي هو بتاع بيعمل ايدنتفاي للمكونات الكيميائية او الكيميكالز. والمايسين دوت بتاع طب، حاجة في الطب يعني، بتاع الدياجنوزز. والدبميتر حاجات ليها علاقة بالجيولوجي والارض وكده. والبروسبكتور مش محقق، بس اللي هو بيجيب الاماكن اللي فيها مينرالز وبيشوفها زي كاشف يعني. والاكسي اون سي او ان ار 1، هو اللي بيعمل configuration لشوية من الكمبيوتر سيستم. يعني دي applications أو examples على ال expert system، بس دول early اللي هم أول حبة ترى. وال doctor بيعمل ايه؟ شوية examples كده. وبعدين بيقول لك عن production rules، بتكون في rule based system، مطلعة من ال fzen pseudocode، ده اللي احنا شرحناه برضو واتكلمنا فيه، ما فيهوش بالنسبة لنا مشاكل. بيقول لك ان السيستم بيبقى rule based او knowledge او الفورورد chaining، اللي هو بيبدأ بالفاكت، والباكورد بتبدأ من الرولز بتاعتي. بالنسبة لنا كل ده برضو يتقري، دي انواع الالجوريزم اللي احنا استخدمناها، وادي اللانجوج، كل دوت ما فيهوش مشاكل خالص كده. اول محاضرتين تمام معاكو، واللي كان فيه مشاكل لخصناها بالشرح.